النبية. وقد اصطف طلاب الكلية على جانبي مدخل الكلية وعلى الطريق الذي سيمر منه جلالته ليكونوا في شرف استقباله، كما رفعت اللافتات العديدة ترحب بمقدم جلالته، وقد غصت ساحة الكلية بكبار الشخصيات العربية والأجنبية وجمهور غفير من المواطنين. وحوالي الساعة 5 مساء وصل موكب جلالته يرافقه أصحاب السمو الملكي الأمراء الكرام وسمو الأمير سعود بن جلوي. وما أن ترجل جلالته من السيارة حتى أدت له كتيبة من الجيش التحية العسكرية، وكان جلالته يرفع يده الكريمة لتحية الجماهير المحتشدة. جلالة الملك المعظم والضيوف الكرام، أهلا بهم في هذه الساحة في هذا المكان. أهلا بجلالة الملك. إنه ليوم عظيم يشارك فيه جلالة الملك المعظم ويشرف احتفالنا بافتتاح معهد يعتبر نقطة أساسية ونبذة في نهضة البلاد. أهلا وسهلا بجلالة الملك المعظم، أهلا بالفيصل العظيم، أهلا ومرحبا في هذا اليوم المبارك السعيد. أهلا فيه، أهلا فيه في هذه الكلية في معهد العلم هذا. أهلا فيه، أهلا بجلالته. إنها لفرحة عظيمة تغمر قلوب الجميع في هذه اللحظات التي يشرف فيها جلالة الملك. وعند وصول جلالته إلى السرادق وقف الحاضرون تحية وإجلالا للملك المعظم، وقد عانق جلالته سعادة السفير الجزائري. ثم تصدر جلالته السرادق وقد جلس إلى يساره.